اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في الفقره الاخيره في حلقه اليوم وحلقه او نهايه حلقه ملعب الاهلي بعد يوم طويل ولكنه يوم رائع ويوم سعيد لجمهور النادي الاهلي. الف مبروك مره ثانيه لجمهور النادي الاهلي. اول حد يجب ان تهنئه هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يستحق كل التهنئه. الف 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 مبروك. سنه كانت صعبه جدا ولكن في نهايه هذا الموسم خلينا نعرف بقى اخر مباراه وطاقم التحكيم المجري ماذا فعل اليوم في مباراته في المباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك مع خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. يا كابتن سمير ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن. عامل ايه يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. اخبار طاقم التحكيم ايه؟ والله النهارده طاقم التحكيم المجري بصراحه انا شايفه على قد مستوى الفني للمباراه. متوسط يعني. يعني ممكن ايه ينزل تحتهم شويه يعني. تمام. طبعا الحكم زي ما اتكلمنا وحضرتك برضو قلت عليه طاقم حكام مجري بقيادة الحكم الدولي فرانس كاراكو ملوش يعني باع طويل في التحكيم الدولي. هو ده من 2016 وده كان باين عليه بصراحه شويه الحكم مليان سنه مليان سنه برغم دي المفروض دلوقتي دي فتره الاعداد فلازم يكون الحكم فت مع يعني مع ظروف المباراه. وكان ماشي المباراه لغايه نهايه الشوط الثاني كان ماشي كويس عشان سلوك اللاعبين كان مساعده. نعم. انما بعد ذلك طبعا شفنا تصرفات من اللعيبه ما ترتقيش لمستوى فريق القمه بصراحه. لقطت ان تخيل يا كابتن اسلام في اول دقيقتين في حوالي خمس فاولات. اول دقيقتين خمس فاولات. يعني النهارده كان عندنا اول خطا احنا جايبينه في الثانيه العاشره. ايوه في الثانيه العاشره من الحكم يصفر على فاول تحس ان المباراه دي هتبقى ايه مليئه بالاحداث كثيره. يعني بص دي في الثانيه العاشره اول فاول كان على وليد سليمان. في خلال دقيقتين طبعا كان فاول واضح من وليد. في خلال دقيقتين يا كابتن اول دقيقتين خمس فاولات طبعا ده كتير على المباراه. تمام. ده كان اول خطا احنا جبناه خطا سهل بالنسبه للحكم. وبعد كده بقت يعني الصفارات كانت كتيره شويه بعض الاخطاء سليمه وبعضها التاني غير سليم. يعني مثلا ده المفروض هنا في خطا لصالح النادي الاهلي اما نيجي نشوفها هتلاقيه امر باستمرار اللعب في اول لقطه مش باينه انما بعد كده هتبان في اعاقه من لعيب نادي الزمالك للعيب النادي الاهلي اما نيجي نتفرج عليها بهدوء من زاويه ثانيه مش هتبان برضو من دي هتبان من زاويه لورا. بص هنا يا كابتن اسلام بص رجل لعيب رقم 4 في رجل لعيب رقم 9 بتاع النادي الاهلي في اعاقه طبعا بالرجل والحكم قصادها والحكم قصادها فامر باستمرار اللعب. ده يدل برضو هو بعيد ذهنيا جدا عن المباريات وخاصه المباريات الكبيره بالحجم ده. طبعا ده خطا كان لازم يحتسبه وده كان في الدقيقه الثالثه برضو من المباراه وامر باستمرار اللعب. دي الحاله الثانيه اللي احنا جبناها تلاقي هنا لعيبه الزمالك طبعا بروح الروح الرياضيه طلعوها. بعد كده بص هنا بقى يا كابتن بس هنا فاكر احنا لما اتكلمنا على تحركات الحكم يا كابتن احنا قلنا الكره دايما على بالظبط الكره دايما على بص الكره فين على شماله ايه اللي حصل جت فيه بالظبط كانت ممكن تيجي فيه راح هو وطى مره واحده هو تحركه مش صح. هو هنا بقى تحركه مش صح بص مش واخد زاويه رؤيه سليمه فبالتالي طبعا يعني باللي احنا بنقوله قبل المباراه هو مش جاهز فنيا. أيوة. مش جاهز فنيا وانا برضو يعني الله يكون في عونه برضو هتلاقيه بيستغرب برضو يا كابتن اسلام النهارده جاي وقالوا له مباراه قمه ومهمه وما اعرفش ايه اول حاجه ما لقاش جمهور ثاني حاجه ما لقاش مستوى واحد. فني كمان يعني ايه يشجع على الاداره بصراحه. دي لقطه احنا جبناها من اللقطه الثالثه عشان ناكد بس كلامنا الاول احنا قلنا تحركات الحكم. بعد كده طبعا ده هنا في خطا احنا ممكن نقدر نشوفه هنا اما ما تحس بهنا هو في الكره دي ما فيهاش اي حاجه على فكره مفيش خطا على نادي الزمالك ومع ذلك هو الحكم احتسبها ضد نادي الزمالك. هنا المفروض كان يبقى في استمرار لعب بالعكس ده بتاع النادي الاهلي هو اللي داخل بس بص هنا مفيش اي احتكاك الاحتكاك العادي ده كتف في كتف ومع ذلك حسب فاول على عبد الله جمعه. طبعا هنا كان لازم يامر باستمرار اللعب عشان ما فيهاش اي فاول. أيوه. حالاته الفنيه يا كابتن بالرغم انها كانت سهله انما معظمها كان فيها غلط هو بيلعب على الشكل لقى لعيب وقع فبيصفر دي ما فيهاش حاجه. ايوه دي ما فيهاش حاجه ده هنا بيساعد كمان اللعيب اللي وقع ما فيهوش مشكله خالص المفروض كان يامر طبعا باستمرار اللعب. هي نفس الاعاده طبعا ده خطا سليم وده الانذار الاولاني طبعا انذار رائع هنا كان قريب ربنا يوفقه كان قريب من الكوره وكان فاول سهل ليه وطبعا ده هنا عشان يعني دي فرصه طبعا تعتبر فرصه بالظبط كده
فرصه واضحه هو رايح له، هو مركز عليه طبعا. وطبعا قرار سليم من الحكم، كان لازم هنا انذار. بس هو ما لمسوش يا كابتن، ما لمسوش، بس في اعاقه يا كابتن، في اعاقه. تهور مثلا؟ ايه تهور؟ لا هنا دي ده منع فرصه ممكن يحرز منها هدف برغم انها في بدايه اللعبه. تمام، يعني دي فرصه واعده، افسد فرصه واعده، افسد فرصه واعده بالظبط. نعم. كده يعني بروميسنج اتاك، يعني دي بوظها، فخلاص لازم هنا الحكم طبعا يديله انذار. تمام، احتكاك بسيط جدا يعني. بعد كده دي الحاله الخامسه اللي احنا جايبينها النهارده. طبعا ده خطا، هنا خطا، ده سليم، خطا ده سليم. بس بص طبعا في اعاقه من لعيب النادي الاهلي، هنا المفروض مساعد الحكم يساعده في كره زي دي. انما لو نبص هتلاقي الحكم هو اللي خد القرار بالظبط، كان لازم هنا مساعد الحكم، مساعد الحكم لازم يرفع الرايه كده، تردد شويه يمكن بالظبط، بص عبل ما بص على مساعد الحكم، انما قرار الحكم هو هنا السليم مظبوط بالرغم من المسافه قريبه من مساعد الحكم رقم 2. ايوه دي الاعاده برضو بتاعتها. بعد كده نشوف بقى كره ثانيه. اوكي طبعا ده هنا في خطا سليم على لعيب النادي الاهلي علي معلول، والانذار سليم. بس انا بصراحه مش عارف ليه تصرف علي معلول كده. لا قبلها التصرف واحده كوره خفيف، التصرف اللي يعمله كده علي معلول اكيد في حاجه قبلها. قبلها كان في واحده كده بس الكاميرا ما جابتهاش اعتقد هنا. لا كانت في الكاميرا بس في الماتش العادي يعني، في العادي هتشوفها في الاعداد. لان هنا ده تصرف مش طبيعي من علي معلول، فواضح طبعا كان فيها حاجه طبعا. نعم بص هنا كابتن. طبعا، وهنا خلي بالك الانذار ده انذار وقائي جدا، الانذار ده بيهدي بيهدي حد من الفريق الثاني ما يروحش بقى ويعترض. وبعد كده بقى في عندنا الحاله السابعه اللي احنا جايبينها النهارده. ايوه تمام، هنا بص بقى عاوزين نتفرج على السلوك الغريب ده يا كابتن. احنا نشوفها بس من الزاويه اللي ورا، بس بشكل جيد هو الحكم، عاوزين نشوفها من الشكل اللي ورا. طبعا ده فاول على رمضان، خلاص مش هنختلف عليه. تمام، بص بقى اللي جاي ورا، خلاص بص اللي جاي ده ورا، بص اهي. بس كده نرجع بقى. ايه دي؟ وهو ملوش دعوه باللعبه اساسا. بص يا كابتن دي في القانون، دي عشان انت تعاقب واحد زي دي، تمام، دي مش انذار، دي كارت احمر على طول، ده ضرب الخصم بدون كره. لا خلي بالك بقى، اسمع بقى يا كابتن، اثناء توقف اللعب. يعني ضرب الخصم بدون كره دي عقوبه، تمام. اثناء توقف اللعب دي عقوبه ثانيه، عقوبه اعلى. تمام، دي ما دي حاجه من حاجتين يا كابتن اسلام، يا هتدي طرد مش هتعمل حاجه، هتعديها بصراحه. انا بتكلم بقى في الملعب. وهي خلي بالك احنا بنتكلم في الدقيقه كمان يا كابتن اسلام، بنتكلم خلاص في الدقيقه كانت 89 او 90. يعني احنا خلاص خلصنا. بص يعني حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه من لعيب رقم 12 بتاع نادي الزمالك حمدي نقاز. تمام، على الرغم ان هو مادي مباراه جيده يعني. بص ده خلاص فاول، مفيش مشكله خالص، فاول صريح. وعلى فكره خرابس رمضان، واعتقد لعيب الاهلي برضه هيروح كان هيروح. بص هو كان ماشي، رمضان كان بيجري. رجل اليمين دي ملهاش معنى، ملهاش معنى. ولعيب النادي الزمالك طبعا، عاوز اسال سؤال، لو رمضان ما جريش لا ارجع تاني يا سمير لو سمعت، ارجع تاني. لان في اللعبه نفترض لو رمضان ما جريش هيكمل، هتبقى خناقه بعد كده. خناقه. هو حمدي النهارده كان متنرفز جدا، راح حتى اللاين مان في المباراه، وكان حسيت ان هو يعني الله ينور عليك مش من عادته يعني. فطبعا لازم هنا اللعيبه تهدى، الناس كلها بتتفرج، بالرغم ان كان اهدى واحد في القصه دي هو عماد. لا خلاص طبعا ده خطا سليم تماما على رمضان، خطا ما حدش اختلف عليه على رمضان صبحي الخطا. بعد كده طبعا بتاعت حمدي ده كان لازم ياخد طبعا ايه يعني كارت احمر فيها على طول. تمام، هنا الحكم بقى استكفى، ادى كارت هنا وكارت هنا خلاص. تمام. بعد كده يا كابتن بقى هنا في كره فاول سليم تماما على لعيبه نادي الزمالك، كلنا فوجئنا بالكارت الاحمر. حتى هذه اللحظه بالظبط انا لا انا توقعت في الاول انه قال له حاجه، انما في الاعاده طبعا حاجه غريبه جدا. طبعا ده فاول سليم يا كابتن، واسبع الخصم ركله حره مباشره لصالح هنا بانز بقى هنا بقى. بص بس كده لمس الحكم. لا مش لمس، ده زق الحكم. لا ده خبطه يعني الى حد ما، يعني ده يعتبر ضرب يا كابتن. يعني بص هنا، ارجع بص هنا. بس ما هو الحكم اداله كوع بقى. لا ما لا دي بس احنا نقف هنا. يعني احنا عندنا ال 94 دقيقة احنا اتفرجنا عليها، الكرة دي يعني انا مش عارف، انا ما اعرفش الحكم هيكتب فيها ايه. يعني الحكم ده ما يكتب فيها يا كابتن، بيكتب فيها حاجة واحدة بس، ضرب بالظبط كده. اللعيب رقم كذا ضرب، اعتدى عليا. لعيب رقم كذا اعتدى عليا. دي المفروض كم ماتش دي؟ دي في لجنة المسابقات، من ست مباريات للشطب. من ست مباريات
للشطب على حسب يعني الحدث بتاع المباراة، الكلام اللي كمان هيكتبه الحكم. اه خلي بالك يا كابتن، انت المفروض اصلا انت اللعيب ما يحتكش بالحكم، هو مش داخل بصدره بس، لو نعيدها تاني لو سمحت يا سمير هتلاقي داخل بصدره وبراسه. يعني تصرف غريب جدا. انا ما اعرفش هل هو يعني ما اعرفش ما كانش لعيب نادي الزمالك مركز في الكوره. بص محال محال. خلي بالك ده برضو في احتكاك بالراس برضو يا كابتن. دي بتبتدي من 6 مباريات كلجنه المسابقات ممكن توصل للشطب عشان ده اعتداء على الحكم. يعني هنا حمدي النقاز واحمد بس هو هنا طرده. ده لازم يطرد. لازم. طبعا لازم يطرد، اعتداء على الحكم يا كابتن. اثناء المباراه تصرف. نعم. طبعا ماشيين من لعيب نادي الزمالك لا يمكن حد يختلف عليه، وده لازم تبقى يعني ايه برضو اللعيبه الكبار دول يا كابتن اسلام لازم يعرفوا ان في صغيرين بيتفرجوا عليهم، في ناشئين، فلازم انت تبقى قدوه لكل حاجه يعني. فاتمنى طبعا الناس تبقى اهدى من كده، انما كاجمالي مستوى الحكم متوازي تماما مع المستوى الفني للمباراه بصراحه، لنتيجه المباراه. طبعا يعني كويس ان يعني نجح ان هو يخرج بهذه المباراه بشكل جيد. المستوى وحش يا كابتن، ولا في جمهور ولا في كره اتفرجنا عليها، بس في النهايه احنا السنه دي مثلا التحكيم المصري خسر كتير جدا يا كابتن. ده الطقم رقم 28 حكام اجانب يجوا مصر يحكموا في الدوري المصري، حاجه اتمنى انها ما تتكررش. عرفنا اسماء جديده من الحكام، احنا لفينا كل القارات، كل القارات. اعتقد الطقم المجاش هو من الهند، لسه من الهند. بس خلاص الحمد لله الدوري هنجيب منين بقى. صحيح. في الكاس ممكن، او في بطوله الكريكت يعني لو كده. في الكريكت صحيح. الهند قوي في الكريكت. انما غير كده صعب، هيبقى صعب جدا. اتمنى ان ده ما يتكررش تاني والله يا كابتن اسلام. يعني يا رب يا كابتن سمير، نتمنى دايما الخير لكل المنظومه الرياضيه في مصر. نهايه هذا الموسم نهايه، انتهى هذا الموسم بكل ما فيه من مساوئ ومن كل شيء. الاول عاوز اقول حاجه بس، انت عارف مين نجم الحكام في الموسم ده يا كابتن؟ مين يا كابتن؟ بصراحه حسام الجوهري. حسام الجوهري ده الحكم 28 مره ظهر مع الحكام الاجانب. بذل مجهود كبير بصراحه، هو اكتر واحد بصراحه انا شايفه في المنظومه التحكيميه بذل مجهود السنه دي. يستحق المجهود طبعا، الله يكون في عونه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، منورنا دايما وبنستفيد منك خلال كل اللقاءات. شكرا جزيلا يا كابتن.